خليني اكمل مع حضراتكم فيما يخص اتحاد كرة القدم. اللي قلت لحضراتكم انه هو خلال الحلقات السابقة قرارات اتحاد كرة القدم بتؤكد انه هو عشوائي جدا في كل هذه القرارات والتصرفات. اللي حصل امبارح او من امبارح للنهاردة على الصفحة الرسمية لاتحاد كرة القدم مهزلة مكتملة الأركان. باختصار هقولها لكم باختصار، مهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم السابق، سواء اتفقت أو اختلفت معاه، نزل بوست على الفيسبوك إن اليوم ده هو اللي هو 21 مايو يعني ذكرى مرور 100 سنة على انضمام اتحاد كرة القدم المصري لعضوية الفيفا. لحد كده عادي، مفيش مشكلة. مسؤول سابق مشكورا مهتم بحدث تاريخي لاتحاد كرة القدم المصري والكرة المصرية وكتب كلمتين. لكن ايه اللي حصل بعد كده؟ بعد 10 ساعات من البوست بتاع كابتن احمد مجاهد، اتحاد كرة القدم منزل بوست عن مرور 100 سنة على انضمام اتحاد الكرة المصري لعضوية الفيفا، وذكر بعض المعلومات منها ان اتحاد كرة القدم المصري حصل على عضوية الكاف سنة 1957 والاتحاد العربي 1973. طيب نزل مع البوست ده ديزاين لبعض نجوم كرة القدم المصرية، وهنا هنا بدأت المهزلة. أولا أنت كاتحاد كرة بتمثل كرة القدم المصرية عالميا، ولازم وجهة نظري يعني تكون على قدر هذا الحدث. الصورة اللي اتحطت كانت صورة غير مناسبة تماما. لكن كمان ايه حكاية ان مصر تحصل على عضوية الكاف دي سنة 57؟ انت بتتكلم بجد؟ ده الولاد الصغيرين اللي لسه مولودين، الولاد الصغيرين اللي لسه مولودين ها عارفين مين اللي أسس الاتحاد الإفريقي؟ لو سألت أي حد من الشباب اللي قاعدين ورا الكاميرات دلوقتي، يا جماعة مين اللي أسس الاتحاد الأفريقي؟ صح؟ مصر. مين اللي أسس الاتحاد؟ لو سألت أي حد ماشي في الشارع وسألته وقلت له مين اللي أسس الاتحاد الأفريقي؟ هيقول لك مصر. بلاش جوه مصر. لو رحت المغرب المنافس الأول، لو رحت تونس، لو رحت جنوب أفريقيا وسألت مين اللي أسس الاتحاد الأفريقي؟ هيقول لك ها جمهورية مصر العربية. اتحاد كرة القدم المصري كان العضو المؤسس لاتحاد كرة القدم الإفريقي سنة 1957. بسهولة كده تساوي نفسك بأي اتحاد انضم بعد كده؟ أنا الحقيقة معرفش مين اللي عمل كده، وإيه دخل الاتحاد العربي بال مش فاهم. كمان الصورة اللي كانت فيها حاجات غريبة جدا، بعض النجوم اللي لهم كل الاحترام والتقدير، ولكن هذه الصورة أغفلت نجوم كثيرة جدا. الصورة اللي حضراتكم شفتوها دي فيها منتخب الشاطئية، هو إيه علاقته بالموضوع منتخب الشاطئية؟ إيه علاقته بالموضوع يعني؟ إيه علاقته؟ يعني حاجة غريبة جدا. لما حصلت اعتراضات كبيرة من أساطير كرة القدم المصرية تختلف أو تتفق مع نجوم كبيرة جدا، ولكن لازم يكونوا أسمائهم موجودة. أنا مش منهم بالمناسبة، عشان ما حدش يقول لي أنت بتتكلم عن، أنا مش منهم خالص خالص، أنا بتكلم عن نجوم كبيرة جدا. لما النجوم دي اعترضت، تخيلوا حضراتكم اتحاد كرة القدم عمل إيه؟ حذف البوست. هل ده طبيعي يا جماعه؟ يعني بجد والله العظيم ثلاثه، لو حضراتكم شايفين ان ده طبيعي وان انا يعني بتجنى على اتحاد كره القدم او مأفور الموضوع على اتحاد كره القدم، قولوا لي اسلام يا عم اسلام عادي، اتحاد كره القدم ايه المشكله لما يغلط؟ وايه المشكله لما يقول ان هو مش مؤسس؟ وايه المشكله لما يقول ان هو عضو؟ ايه المشكله لما ينسى واحد في تاريخ احمد شوبير كابتن احمد شوبير، واحد في تاريخ كابتن محمود، مش هقول كابتن خطيب عشان ما يقولكش مش عارف ايه، كابتن حسام حسن، كابتن هقول اسماء، كابتن عبده صالح الوحش، كابتن محمود يعني كابتن محمود الجوهري، وريني الصوره.
الجيل اللي صعد اول كاس عالم سنه 34، يعني انا مش عايز اقول لحضراتكم كابتن محمود الخطيب عشان ما تقوليش اصل يا اسلام وانت ماشي، مع انه حقه والله ان انا اقول كابتن محمود الخطيب، زي ما بقول كابتن حسام حسن، زي ما بقول بقيه الكباتن الكبار. هم فين الناس دي؟ على فكره الحاجات دي لو انا يعني لو انا من حقي ان انا اتحط هبقى زعلان جدا، لانه انا عايز اوري لاولادي واقول لهم ان انا كان ليا دور من خلال الصوره اللي موجوده دي. ولادي عارفين طبعا، ولكن ولادي واحفادي واحفاد احفادي واحفاد احفادي يبقوا عارفين. فايه الصوره دي يا اتحاد الكوره؟ طب واحكي لكم على حاجه حصلت قبل الهوا بشويه. ها؟ طيب قبل الهوا على طول اتحاد كره القدم بعد ما حذف البوست الخاص بمرور 100 سنه على انضمام مصر لعضويه الفيفا رجع كتب بوست بالمعلومات مع تصحيح وتدارك للاخطاء اللي ذكرناها، بس برضو عمل خطا تاني، هو ان الاتحاد العربي مكتوب ان مصر شاركت في تاسيسه عام 73. طيب مش اسلام والله، مش انا، ده الجديد اللي هو نازل اهو 100 عام على انضمام الاتحاد المصري وتاسس الاتحاد المصري كذا 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 وانضمام والعضويه كذا واسس الاتحاد المصري لكره القدم وبتلك المناسبه تقدم كذا كذا كذا. طيب احنا اللي انا عايز اقوله لحضراتكم انه الاتحاد العربي تم تاسيسه سنه 1974 سهله يعني، لو انا معايا، انا ما انزلش بالتليفون دلوقتي، ده من ويكيبيديا من جوجل عادي، يعني اي حد يقدر يعمله بيعرف يقرا يعرف يعمله. الاتحاد العربي تأسس سنة 1974 منذ 49 سنة. مفيش فايدة، مفيش فايدة، لكن الأهم بقى إن على موقع كورة أعتقد برضه هتلاقوا دي حاجة مهمة، تصريحات لمصدر من اتحاد كرة القدم رفض ذكر اسمه كالعادة، بالونة اختبار، بيقول إن احنا مالناش دعوة مين منزل إيه، والتصميم اللي نزل ما تعرضش على مجلس الإدارة أصلا، وفعلا احنا تجاهلنا في التصميم بعض الأساطير أصحاب الإنجازات وهنحقق في الموضوع. بصراحة بيني وبينكو التصريح ده اعتراف صريح بأن اتحاد كرة القدم يدار بعشوائية، ولا دي أول مرة ولا دي آخر مرة، ولكن على خلينا ناخده من الجانب الإيجابي. أقول لحضرتك حاجة، أنا سعيد، الاعتراف بالخطأ شيء جيد، ولكن كان لا يجب أن يحدث هذا الخطأ، ولكن الاعتراف بهذا الخطأ هو شيء جيد، أتمنى أن لا يحدث مرة أخرى.